إن حماية قادة العالم ليس بالأمر الجديد. رئيس الولايات المتحدة مثلاً يمتلك وكالة كاملة مكلفة بحمايته وليس حراس عاديين. في عام 1995 اقتحم أحد الأشخاص منزل رئيس الوزراء الكندي وكاد ينال منه، فما بالك بواحد من أخطر رؤساء العالم. الزعيم الكوري كيم يونغ أون رئيس كوريا الشمالية لا شك أنه يحظى بعدد لا بأس به من الأعداء، ولهذا السبب يحظى بحماية مهولة لا يمكن تصورها. طاقم كامل يضم أكثر من 100,000 شخص مكلفين جميعا بحراسة شخص واحد. في هذا الفيديو سندخل لقصر الزعيم الكوري ونفتش عن معلومات مدهشة عن طاقم حراسته، فابق معنا. بالطبع لن يكتفي الزعيم الكوري بحراس شخصيين من النوع العادي، وإنما يحرسه وكالة كاملة أشبه بفرق النخبة العسكرية. وفي عام 2018 وفي القمة الدبلوماسية التي عقدت بينه وبين الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في سنغافورة، ظهر طاقم من الحراس الرئاسيين يركضون حول سيارته بملابس أنيقة وبدلات رسمية. هؤلاء الحراس ينتمون لما يعرف باسم كتيبة 6، فريق النخبة المكلف بحماية الرئيس الكوري، وهو طاقم لا يسهل الدخول إليه. أولاً عليك اجتياز الكثير من الاختبارات، أولها الارتفاع الذي لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الزعيم الكوري، ربما لا يود أن يكون محاطاً بأشخاص أطول منه. لا زيادة في الوزن، لا ندوب في الوجه، نظر حاد لا تشوبه أي إعاقة بصرية. ثم بعد ذلك تأتي كل المهارة المكتسبة من الرماية وفنون الدفاع عن النفس اللازمة لمهمة حماية الزعيم المبجل. وإن كنت محظوظ واجتزت كل تلك الاختبارات، تأتي مرحلة كشف النسب أو العائلة، والذي يقتضي بمراجعة شجرة عائلتك بأكملها لضمان ولائك. في الواقع تبدو لي شروط منطقية، فأنت على وشك الاقتراب من الزعيم الحالي لسلالة كيم الحاكمة. إن كنت تنتمي لعائلة من خادمي المصالح الكورية، أو على وجه الخصوص من أدق من أهل الثقة كما يشاع، ففرصتك في نيل ذلك المنصب المرموق كبيرة. في الواقع لن تكون فرصة آنذاك، بل ستكون تكليف، فالأمر ليس اختياري. إن كانت تتوافر بك تلك الصفات، فيتم ضمك بشكل إجباري للفريق، وهو أمر أشبه بالتجنيد الإجباري، ولكن على مستوى أعلى. التجنيد الذي تطبقه كوريا الشمالية بدءاً من سن 14، ويستمر الأشخاص في الخدمة لمدة 3 سنوات لحين بلوغ 17. ذلك الأمر يمنحهم ميزة الدراية بالعديد من التدريبات القتالية والمزايا التي تتناسب مع ذلك الدور، وهو نفسه السبب في كون جيش كوريا الشمالية هو رابع أكبر جيوش العالم تعداداً، بالرغم من أن كوريا الشمالية تحتل المرتبة 55 من حيث التعداد السكاني بواقع 25.5 مليون نسمة فقط. في الواقع كل الكوريون في كوريا الشمالية مجندين، ولهذا السبب لا يستطيع أحد التهرب من مسؤولية حماية الزعيم إن وقع الاختيار عليه. تلك الفرصة الرئاسية تعد الأكثر تعقيداً في العالم بأكثر من 100,000 مجند تابعين لتلك الفرقة من أجل هدف وحيد، وهو حماية الرئيس. ويعود تاريخ تأسيس كتيبة 6 لفترة ما قبل الحرب الكورية، حيث أسسها كيم يونغ إيل، وبقيت كباقي فرق الحراسات الخاصة حتى التسعينيات. وبعد محاولة الانقلاب على كيم إيل، قام بتزويد عددها لـ200 حارس بعد أن أطاح بالضباط الغير موالين واستبدلهم بموالين. منذ ذلك الحين باتت من الناحية الفنية كتيبة تابعة للجيش الكوري، مقسمة لأربع فرق: 3 للقتال والحماية، وواحدة للأعمال المدنية كالبناء وغيرها. وبمرور الوقت بلغ عدد مجنديها لأكثر من 95,000 مقاتل، يتم تغيير قائدهم مراراً وتكراراً لضمان ولائهم وعدم الانقلاب على الرئيس الكوري. ولهذا لا يعتبر كيم أون المؤسس الفعلي لتلك الكتيبة، بل تعد أحد مواريث والده. تتمركز قيادة الكتيبة 6 أو الفرقة 6 في بيونغ يانغ بالقرب من مقر كيم أون، إلا أن أذرعها ليست ببعيدة عن أي شخص في كوريا الشمالية. معسكراتهم منتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تقوم بأعمال تجسس على كافة المواطنين لا سيما المسؤولين المهمين في الدولة. أضف لذلك أكثر من 100,000 جندي احتياطي تابعين لتلك الفرقة في حال نشبت أزمة أو تعرض الزعيم الكوري لهجوم خطير. بمجرد استدعائهم يصبح في خدمته أكثر من 200,000 جندي مكلفين بالموت دفاعاً عنه.
أما في حالات السلم والأيام العادية فتجدها وحدتها مكلفة بعدد من المهام مثل حماية الأضرحة المخصصة للقادة الراحلين وإدارة نقاط التفتيش والسيطرة على العاصمة، بجانب توفير الحماية للنخب الكورية من أهل الثقة والمقربون للزعيم. وبفضل خوضهم في عالم التجسس والمخابرات فهم من أهم المسؤولين عن أخبار الزعيم الكوري بأي أخبار خطيرة، أخبار قد تجعله يصدر أمره بإطلاق القنابل النووية، وهنا تكمن أهمية تلك الفرقة. أيضاً من ضمن مهام الكتيبة 6 الأساسية هو إخماد أي محاولة انقلاب ضد الزعيم أو حراك شعبي. في حال وقوع ذلك تنقسم الكتيبة إلى فرق، والفرق إلى مجاميع قد يصل عدد مجنديها إلى 1200 فرد في المجموعة الواحدة. عدد منهم يكلف بإحاطة الزعيم من كافة الاتجاهات والزوايا، بينما تتكفل باقي المجموعات في حماية البنية التحتية للحكومة والدولة من الداخل. كل تلك المهام الاستراتيجية تجعل منصبك في الكتيبة 6 من أرفع المناصب في كوريا الشمالية التي قد تصل إليه، منصب سيوفر لك الرفاهية التي تحلم بها. ولكن قبل أن تتسرع بالتقدم عليك أن تعلم أن التكليف بتلك المهمة لا يحتمل أي مهام أخرى بجانبه، بمعنى آخر لا اتصالات، لا تواصل مع العائلة، لا يوجد بحياتك سوى حماية الزعيم. وظيفتك هي حاضرك ومستقبلك، أما أهلك وأصدقائك وأحلامك فباتوا من الماضي. عليك أن تودعه في اليوم الذي سترتدي فيه تلك البدلة المغرية. فهل أنت جاهز للعيش هكذا؟ أخبرني في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.